بس هذيك تاع مبلغ مالي. تمكن أفراد فرقة الأبحاث للدرك الوطني بشلغوم العيد من توقيف شخصين مشتبه فيهما في العقد الثالث والرابع من العمر في قضية حيازة مواد صيدلانية. العملية تمت بناء على معلومات وردت إلى أفراد فرقة الأبحاث للدرك الوطني بشلغوم العيد، مفادها قيام شخص بنقل كمية معتبرة من المواد الصيدلانية نوع بريغابالين من مدينة تجنانت نحو مدينة شلغوم العيد على متن مركبة نوع رونو كليو بيضاء اللون. على إثرها مباشرة تم تشكيل دورية من طرف أفراد الفرقة ورصد المركبة السريفة الذكر على مستوى حي جبهة التحرير الوطني، أين تم توقيف المركبة التي كان على متنها شخص واحد. بعد المراقبة الإدارية والتفتيش الأمني تم العثور بالمقعد الخلفي للمركبة على كيس بلاستيكي أبيض اللون به 15 علبة من المواد الصيدلانية بريغابالين. كل علبة تحتوي على 150 كبسولة بعدد إجمالي قدره 2250 كبسولة نوع بريغابالين تركيز 300 ميلي جرام. كما تم العثور بحوزته على مبلغ مالي يقدر ب 100 ألف دينار جزائري من مختلف الفئات، 4 قطع صغيرة من المخدرات يقدر وزنها ب 0.4 جرام، ليتم توقيفه واقتياده إلى الفرقة للتحقيق ومواصلة الإجراءات مع حجز المحجوزات. بعد التحقيق مع المشتبه فيه أكد أن المواد الصيدلانية المضبوطة ملك له ولشريكه، وبواسطة إذن بالتفتيش الصادر عن السيد وكيل الجمهورية لمحكمة شلغوم العيد قام أفراد الفرقة بتفتيش منزل المشتبه فيهم أين كانت النتيجة سلبية. على إثرها مباشرة تم توقيف المشتبه فيه الثاني، ويبقى البحث جاري عن المشتبه فيه الثالث للتوصل إليه وتوقيفه. بعد إخطار السيد وكيل الجمهورية لمحكمة شلغوم العيد واستيفاء جميع الإجراءات القانونية تم حجز المحجوزات مع تقديم المشتبه فيهما أمامه فور الانتهاء من التحقيق. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.